لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا صيدلية العزبي تطبيق حجمه عشرين ميجا محمله مليون مستخدم رقم اتنين فئة الطب تقدر عن طريق الصيدليه بعد ما تخش على التطبيق وتخش على لمحه حول التطبيق تعرف اقرب مكان ليك للصيدليات العزبي هل متاح ان انت تشتري منها اونلاين ولا لا لو لقيت الفروع اللي انت ساكن جنبها فيها حاجه من الموجود في لمحه عن التطبيق فانت تقدر تستخدم التطبيق ده ان انت تصور روجيتا وتبعت الروجيتا على الابليكيشن او تتصل على الخط الساخن ويبعت لك الاوردر في اي وقت تقدر تعدل على الاوردر تقدر تعرف سعر الدواء تقدر تعرف اضرار الدواء تقدر تسال عن المحاذير لو انت مريض سكر وخدت علاج معين او لو مريض ضغط او او الى اخره لو بتعاني من اي حاجه قبل ما تشتري اي دواء تقدر تستفسر عنها في صيدليه العزبي هتاخد حاجات في وقت قياسي وقريب جدا وخدمة التوصيل أقل كتير من فيزيتا لو انت ما كنتش عارف أي حاجة عن التطبيق ده قبل كده وأول مرة تعرفه من خلال قناتي شير ولايك وسبسكرايب للقناة واستناني تاني في تطبيق جديد عشان أقولك الجديد والمميز في عالم التطبيقات عشان تقدر تستفيد وتوفر وقت ومجهود من تليفونك.